ضيوفنا الكرام. اليوم سنلقي تجربة بعنوان تفاعل الأحماض مع بيكربونات الصوديوم. سوف يجري التجربة زميلي أحمد حمد. السلام عليكم. في هذه التجربة سوف نفعل بيكربونات الصوديوم. حتى عنده سؤال في الأول كده, بيكربونات الصوديوم دي يعني إيه بيكربونات الصوديوم؟ بيكربونات الصوديوم دي إيه بيكربونات الصوديوم دي؟ سمعناش عنها ولا إيه؟ مش موجودة عندنا؟ موجودة عندنا في اسمها إيه؟ في المطبخ عندنا كلنا الوالدة كلها عارفاها. لكن بودر أحسن أحسن تستخدم كخميرة مش كده؟ مين يديني الصيغة الكيميائية لها؟ ها؟ طب البيكربونات بس أيونك بيكربونات ها؟ هيتشاوروا كده مع بعض ها؟ بيكربونات شباب اتفضل. ان ايه سي او 3. طب السي او 3 يا شباب كربونات ولا بيكربونات؟ كربونات. طب البيكربونات ها؟ ايوه اتش سي او 3 احسن. وهناك كان قال لي خلاص كده انا على الصيغه. مين اللي قال الصيغه؟ عيد تاني ان ايه سي او 3. حد من المصريين ان ايه سي او 3 ده صح كده ولا طبعا ها؟ ان ايه سي او 3 صوديوم عدد اكسنته كام يا شباب؟ واحد. والكربونات كام؟ اثنين. اللي المفروض ايه في الصيغه بتاعتها؟ اللي ايه 2 سي او 3. احسنتم يا شباب تمام بارك الله فيكم. اتفضل هتعمل ايه دلوقتي؟ هتضيف ايه؟ بيكربونات الصوديوم تمام. نشوف يا شباب مع بعض ايه اللي هيحصل في التجربه دي.